ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم. كابتن ناصر اهلا وسهلا بيك نورنا. تحياتي ليك كابتن ايمن وتحياتي للنجوم الكبار الكابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي والكابتن هاني رمزي والكابتن عادل عبد الرحمن. الف مبروك النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي النهارده على الفوز. مباراه جميله جدا والكل فرح النهارده. مبروك للنادي الاهلي ومبروك للجماهير وهارد لك لنادي الدحيل. قبل ما نروح للتقييم الحكم الكابتن من ناحيه الناحيه الفنيه والبدنيه واداره المباراه، هتكلم على حكم المباراه اللي هو ماريو سكوبارو، حكم من جواتيمالا. هو عنده 34 سنه ودي حاجه بنقولها مهمه جدا. 34 سنه، هو حكم من 2013، معنى كده ان هو كان حكم دولي وعنده 27 سنه 26 سنه. انا بقول الكلام دوت ليه؟ لان هذا الحكم تم اختياره من قبل الاتحاد الدولي في القائمه الاولى اللي هي رايحه كاس العالم 2022. كابتن ايمن لو انت معايا النهارده، هو 34 سنه يعني هيلعب كاس العالم الجاي 35 سنه، ليه فرصه يلعب كاس العالم ثلاث مرات. مظبوط، ثلاث مرات يروح كاس العالم. وده بنقوله ليه؟ ان احنا عندنا هنا نقول الكلام ده لجنه الحكام، وعندنا في مصر ان احنا يجب ان احنا كمان نشتغل على ان الحكم الدولي هنا في مصر يبقى عنده 22 سنه دولي او 23 سنه دولي عشان يقدر يروح البطولات ويمثل مصر في اكتر من بطوله. هذا الحكم طبعا هو متصنف في الكونكاكاف كحكم من التصنيف رقم واحد او اثنين مع الحكم المكسيكي اللي هو سيزار راموس، ويمكن سيزار راموس يمكن افضل منه شويه ولكن عنده خبره، يمكن قافل شويه على الحكم ماريو اسكوبار. بنتكلم في نقطه ثانيه مهمه جدا، هم تم اختيار كابتن ايمن سبع حكام من القارات للأونفيلد، وتم اختيار كمان 12 حكم مساعد وسبع حكام للفيديو. يمكن عندنا محمد عبد الله من الامارات وعندنا مجيد نضاي من السنغال، ده بالنسبه لقاره افريقيا. هروح لحكم المباراه النهارده. المباراه وانا كابتن النهارده كان بيلعب في اجواء جميله جدا جدا كابتن علاء، ملعب جيد، الفريقين عندهم سلوك فوق الامتياز، التزم قرارات التحكيم، ساعدوه في اداره المباراه. المباراه ما فيش فيها اختبارات تحكيميه داخل الصندوق يا كابتن هاني، يعني ما فيش اختبارات، ما فيش حالات تحكيميه داخل الصندوق نقدر نقول ان هو اختبر. ولكن على الرغم ان المباراه جميله والتزام اللاعبين داخل ميدان اللعب وكل الامكانيات يعني تديله الافضليه ان هو يظهر نفسه بشكل افضل، لكن النهارده عندنا طبعا هتكلم في اربع عناصر مهمين جدا، وهو نمره واحد عنصر تقدير العقوبات والمخالفات الفنيه، عندنا عنصر ثاني مهم جدا وهو عنصر اللياقه البدنيه بكل عناصرها، هتكلم في اداره المباراه، يعني هل النهارده ادار المباراه ولا ما قدرش ان هو يدير المباراه. لما نيجي نتكلم على عنصر تقدير المخالفات الفنيه والعقوبات الانضباطيه، يمكن حضراتكم لاحظتوا الشوط الاولاني كان عندنا انذار مهم جدا، هو لما مشي البطاقه في حاله قفشه كان في مخالفه كان يجب عليه ان هو ينذر فيها، طبعا ما انذرش. نتكلم في الشوط الثاني كان في عمرو السوليه لعبتين ورا بعض، اللعبتين ورا بعض يستحقوا البطاقه الصفراء ومع ذلك لم يشهر البطاقه في حالتين عمرو السوليه. اذا هو عنده تقييمه في المخالفات وتقديره العقوبات الانضباطيه عنده مشكله في العقوبات الانضباطيه. ده فيما يخص الناحيه الفنيه وناحيه العقوبات. نتكلم على اللياقه البدنيه، هو بيجري كويس في ميدان اللعب، عنده مشكله في التوقع والتمركز. ممكن يجري كتير جدا 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 ولما تيجي في لعبه كابتن ايمن تحس ان هو ما عندوش زاويه رؤيه يقدر يشوف منها الحدث، ما عندوش كمان التوقع وقراءه اللعب لاحداث المباراه. صح. دي كانت عنده مشكله. هتكلم في حاجه مهمه جدا في اداره المباراه. احنا النهارده هو اوقف اللعب، واحنا كنا سالنا نفسنا كابتن هاني هو اوقف اللعب ليه؟ صحيح. اول مره اشوف في هجمه للنادي الاهلي الناس رايحه وده اوقف المباراه، طبعا ده خطا اكيد في الكوميونيكيشن حد كلمه، وده طبعا دي حاجه بنقول عليها لان هو اوقف بدون اي سبب ان هو يوقف المباراه، دي كانت مشكله. هتكلم في نقطه مهمه جدا، المهدي بن عطيه مع مروان محسن. النهارده بنتكلم في التعديل القانوني كابتن هاني. انا كلاعب لما بيتم ارتكاب ضدي خطا بياخد احتكار، انا من حقي اتعالج في الملعب. يعني طب من حق مروان محسن انه يتعالج في الملعب، يتعالج وما اخرجش خارج ميدان اللعب. طالما تقييم الاصابه بسرعه انا من حقي كلاعب تخليني متواجد معاك. هل السؤال هنا بس انا بوضح نقطه ليه؟ لان ده الكتير مش عارفها كابتن هاني. تاني انا لو انا مروان محسن اللاعب ارتكب معايا خطا يستوجب البطاقه،
انا ممكن اتقيم بسرعه وابقى موجود ما اخرجش خارج ميدان اللعب. السؤال يعني هنا انا بقول ايه، هل هاني مروان طلب ان هو يخرج؟ لو ما طلبش هو كان من حقه ان هو يتواجد داخل ميدان اللعب طبقا للقانون وطبقا للمخالفه. الحاجه الثانيه بتكلم في الوقت بدل الضايع. الشوط الثاني هو ادى 6 دقائق وقت ضايع، اعتقد كتير جدا جدا جدا، لان ده بيخش ضمن اداره الحكم وتقييمه للوقت. اعتقد كان اقصى شيء ممكن كان يديه هو ال4 دقائق في المباراه. بشكل عام المباراه كانت سهله تحكيميا، ولكن هو زي ما قلت ثاني كابتن هاني كان يجب عليه ان هو يبرز امكانياته من ناحيه اللياقه البدنيه، من ناحيه تقديره للاخطاء. ليه بقول الكلام ده؟ لان هو عنده فرصه كابتن عادل ان هو يلعب المباراه النهائيه. عنده فرصه كبيره جدا جدا يلعب، نتيجه ان احنا قلنا ان ممكن اللي هو الحكم الهولندي هيدير في قبل النهائي اللي هو داني ماكيلي، وهيبقى محمد عبد الله او ماجيتي هيلعب، وبالتالي هو عنده فرصه كمان يلعب في المباراه النهائيه. بشكل عام بنقول في التحكيم كان النهارده مفيش اخطاء كتيره في المباراه، المباراه كانت سهله ويعني ما كانتش مصعبه على طاقم التحكيم. كمان التقنيه النهارده كانت موجوده بشكل يعني جميل جدا ورائع. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان التوفيق في البطوله يمشي بحيث ان هو ما ياثرش الاخطاء تؤثر على نتيجه او عايز ادب واليا جوله مش جوله. شوف يا كابتن، احنا بنتكلم في التقنيه. التقنيه النهارده كاس العالم للانديه اعتقد ان هم نفس التقنيه اللي هي تم تطبيقها النهارده هتطبق في كاس العالم 2022، لان دي بطوله من البطولات الكبيره كابتن علاء كابتن عادل. بالتالي احنا بنتكلم النهارده في التقنيه. طبعا اعتقد ان هناك جزء بالقدم كان يعني اقرب الى خط مرمى، يعني وبالتالي مش هنقدر نتكلم ان هذه التقنيه متكامله. تقنيه الفيديو يعني اتمنى ان هي تكون موجوده عندنا هنا كابتن في مصر. احنا عندنا هنا في مصر مشكله، وانا بتكلم بامانه ومش عيب، ان احنا عندنا تقنيه الفيديو ينقصها حاجات كتيره جدا جدا، من ضمنها اللي هي خط التسلل، من ضمنها طبعا الجول لاين تكنولوجي احنا بنتكلم فيه، حاجات كتيره يعني جدا جدا. النهارده اللي جت في بتاعت لقطه الهدف اوف سايد فعلا في جزء بالقدم، هي حاله من الحالات كابتن عادل صعبه جدا جدا جدا. صعبه، انا بتكلم عارف اقول صعبه كمان ليه كابتن هاني؟ كمان لو احنا كنا جبنا اللعبه هنشوف هنلاقي الحكم تمركز مش حلو، يعني احنا بنقول ده لابد ان الحكم يكون تمركز اخر ثاني مدافع مركز قوي قوي قوي. شفنا الحكم مساعد حاليه سابق، وبالتالي هنا هو كان عنده تردد، ما رفعش على فكره الرايه، كان عنده تردد يعني يرفع وبعدين يرفع، كان هو عاوز يرفع وبعدين لما لقى اللعبه ما رفعش، كان عاوز يرفع ما رفعش. من هقول اهو هو بيقول ايه احساسه ايه، يعني ممكن. هو اتفاجئ باللعبه نتيجه التمركز الخاطئ كابتن. يعني بص كابتن علاء، لو انا مش متمركز مع اخر ثاني مدافع هيبقى عندي شك، عندك مشكله كمان، وبالتالي هو عنده مشكله من واحد في التمركز الاول، هو عنده تردد، وبالتالي لما شاف اللعبه راحت كابتن انا سبب للفار بالظبط يا كابتن. ايوه بنكمل يعني اللعبه. لا 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 انا بتاع الفار كابتن يعني، هو حتى لو شايف ان هو اوف سايد هيكمل بنكمل، بس هو مع نهايه الهجمه كان هو ما رفعش حتى بعد الهجمه انتهت. كلامك ممتاز، بس هو ما رفعش بعد الهجمه انتهت على فكره. انا بقول هو تردد، يعني تردد نتيجه ايه؟ التمركز الخاطئ كابتن. لو هو مركز صح تمام، يعني انا لاحظته، يعني هو كان يعني عاوز يرفع كان ها وبعدين ايه راح ماشي انت معايا صح يا كابتن. ودوت بنقول ليه؟ لان التمركز بتاعه ما كانش سليم. ومع ذلك احنا قلنا زي ما كابتن هاني بيقول، لما يكون في هجوم لو انت عندك القرار اخر القرار، يعمل دليل القرار سواء كنت هترفع او هتخلي اللعب يتواصل والهدف يحتسب، وترجع عليه التقنيه كابتن هاني، والتقنيه تقرر ايه اللي كان فيه هدف او مش هدف. طب في جزء كمان يا كابتن، احنا عارفين ان حمدي فتحي تقريبا خد انذار في الدقيقه 27 قبل الفاول بتاع حمدي فتحي، كان في فاول كمان على لاعب اعتقد كريمي. كابتن هاني عندنا كابتن مصر عندنا صوره جميله في من هناك، طبعا الاجواء هناك بص، ده جمهور النادي الاهلي مع جمهور النادي الزمالك وبيشجعوا النادي الاهلي، ودي الروح اللي احنا بنتكلم عنها وبنقول عليها بالظبط كابتن. ده المفروض احنا بنقدم صوره النهارده كابتن، ده بتقدم صوره جميله جدا. النادي الاهلي كابتن النهارده مش بيفرح بس جماهيره كابتن هاني، كل مصر النهارده فرحانه، سواء كان نادي الزمالك او كل الجماهير الانديه النهارده فرحانه بالاداء، لان النهارده تعتبر مصر اللي بتلعب كابتن هاني، ودي الثقافه كابتن هاني اللي صحيح. احنا كمان من خلال قناه النادي الاهلي بنديها لكل جماهيرنا، لما يكون حد عندنا بره كابتن هاني أكيد. الكل يتكاتف والكل يشجع، لان في الاخر هي بالصبف كلها في مصلحه الكره المصريه. صحيح صحيح. انا في النهايه بقول ان الحكم ده احتمال يدير المباراه النهائيه، اتمنى طبعا التحكيم يمشي في البطوله بشكل الحكم جديد. ده ممكن يدير المباراه النهائيه، عنده فرصه ليه كابتن؟ هو من امريكا الشماليه. ايوه
تمام. وعندي انا داني ماكيني ده من هولندا احتمال هيلعب في قبل النهائي، ده مفيش كلام. ايوه عندنا بقى محمد عبد الله من الامارات حكم احتمال يحكم، وعندنا طبعا ماجيت النضاي السنغال مش صعب ان هو يلعب للنادي الاهلي، النادي الاهلي ممثل افريقيا. ايوه يبقى ماجيت النضاي صعب ان هو يلعب المباراه اللي جايه مع النادي الاهلي، فبالتالي هو هيخلوه مستني للمباراه النهائيه، فرصه كبيره ان هو يلعب المباراه النهائيه. هو بيبقى في ترتيب يا كابتن للحكام اللي هم بيديروا البطوله، يعني مثلا زي مثلا لعيبه التنس، يعني في نمره واحد كذا، نمره اثنين كذا، مصنفين طبعًا. يعني طبعا يا كابتن احنا بنتكلم في داني ماكيني، ده حكم كبير، في حكم هولندي، وبالتالي هو احتمال كبير يديله مباراه اللي هي في المجموعه الثانيه اللي هي بالمراس، هيلعب ممكن يلعب نصف نهائي او ممكن يخليه للمباراه النهائيه. بس المشكله لو بايرن وصل للمباراه النهائيه ما ينفعش حكم من اوروبا، من اوروبا صعب ان هو يحكم لمباراه البايرن، فهو اضطر ان هو هيديله قبل النهائي اللي هو مباراه ما بين امريكا وما بين تقريبا اسيا او امريكا الجنوبيه او امريكا الشماليه. هو الحلو ان هو عشان يحكم ان شاء الله الاهلي يوصل النهائي، تبقى حلو قوي. احنا اتمنى كلنا طبعا النادي الاهلي يوصل النهائي، والنهارده النادي الاهلي فرح، خلي بالك خط خطوه جميله جدا جدا، كلنا طبعا سعداء وكل الجماهير المصريه سعداء باداء النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي فرح الكره المصريه، ودايما الكره المصريه تبقى في اعلى الاماكن. يا كابتن ايمن، انت قلت صعب، يعني مش مستحيل ان هو عشان اوروبي ما يحكمش البايرن لو وصل النهائي، او الاهلي حد من افريقيا يحكم له لو وصل. كابتن اسامه بص، هم جايبين سبع حكام من البرازيل، من الاورجواي، من امريكا الشماليه، من افريقيا، من اوروبا، من اسيا، فاعتقد كل واحد هياخد فرصه ان هو يحكم مباراه، يعني اعتقد ان كل واحد ياخد فرصه، بس فيما لا يتعارض مع يعني على قد من القاره بتاعته، يعني من اوروبا يحكم اوروبا وهكذا يعني. طب كابتن ناصر، تنصح لعيبه النادي الاهلي يعملوا ايه في مواجهه التحكيم مع بايرن ميونخ؟ طبعا هو طبعا كابتن النادي الاهلي يعني عايز اقول يمكن من افضل فرق، وانا بتكلم مش مجامله ولا حاجه، اولا هم ملتزمين جدا جدا كابتن، يعني سلوكيا في الملعب مركزين في اللعب كويس قوي قوي قوي، ما بيعترضوش على التحكيم، يعني انا بتكلم على ده سلوك النادي الاهلي، واي حكم بيتمنى ان هو يلعب للاعيبه النادي الاهلي كسلوك تمام. ولكن احنا بنتكلم في ايه؟ في طول ما انت المشكله ايه؟ ان الاخطاء اللي هي بتتم ارتكابها بتهور او بتعطيل الهجوم الواعد، خلي بالك من النقطه ديت، لان حمدي فتحي خد انذار، ويعني انا بحيي الجهاز الفني والاداري بامانه نسحبه. ان هو سحبه ليه؟ ممكن لعبه بدون قصد كابتن عادل هتخش أيوة. تعمل تاكلينج أيوة. تعمل خطا بتهور، كان في خطا كان في خطا قبليها بحوالي دقيقه على نفس لاعب اعتقد، عن كان علي كريم، علي كريم بالظبط نفس الخطا، كان برضو كان يستوجب انذار. انا كابتن انا قلت ايه في البدايه، المحكم عنده مشكله في تقدير المخالفات والعقوبات الانضباطيه، انا قلت في ثلاث انذارات لفريق الدحيل لم يشهرهم، منهم نادي بن عطيه انذار، واللعبه حضرتك بتتكلم عليها دي مفيش كلام بتاعت قفشه، دي مشكله الحكم. قلت سليا انت قلت وقلت الكلام ده في البدايه هاي. ولكن انا بقول ان الاهلي طبعا ان هم دايما تخلي بالك كمان في منطقه الجزاء، يعني دايما في التاكلينج او الشغل اللي هو بتبقى فيه ريسك كابتن هاني، ده خلي بالك منه، لان الحكام بتحسب الاخطاء ما فيش يعني عندهم اي مشكله فيها صحيح. وعندهم طبعا الفار بيراجع على المخالفات. اخيرا بنقول ان مبروك تاني للنادي الاهلي، ومبروك لجميع النادي الاهلي، اتمنى ان شاء الله باذن الله المباراه الجايه يكون الحكم على مستوى المباراه، اتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في القادم باذن الله ان شاء الله. كابتن ناصر شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، امتعتنا كالعاده. بشكرك كابتن ايمن، وبشكر ضيوفك الكرام، وبشكر كل الساده المشاهدين لقناه النادي الاهلي. شكرا كابتن. وبانتهاء الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي النهاردة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 1-0 ب هدف الشحات. طب في حاجة تانية؟ طب ماشي، هناخد قبل ما ننهي هناخد رأي كباتن سريعا في ماتش البايرن تاني. يعني ماتش البايرن اللي جاي الأهلي هيستعدله من بكرة، ولكن ايه الطريقه الامثل اللي ممكن يبتدي بيها مستر موسيماني المباراه؟ عادل قال 4-3-3، انت كان عادل قال 4-1-4-1، بعدين قال 4-1-4-1، ما هو غير كلامه بعد كده. لا ما غيرتش، لو كان لو سالت نقطة غير كمان 4-1-4-1 عادل. عادل يا ايمن، 4-3-3 هي قريبه جدا من 4-1-4-1، هي بتبقى الثلاثه اللي في نص الملعب اللي هو الواحد اللي قدام الاثنين المساكين
هو في 4 3 3 هو رقم 6 اللي هو بيقف قدام وبيبقى في واحد يمينه وواحد شماله ادي 3 واثنين وبعدين واحد هي 4 1 4 1 يعني هي تقريبا هي الطريقه دي. طب وليه سموها 4 1 4 1 لما هي 4 3 3 عادي؟ عشان يمكن هي بس بتدي هو الشكل بس الاولاني، لكن هو طريقه اللعب تقريبا متشابهه جدا. لا اقولها لك معلش انا عارف على فكره مش محتاج حد يعرفها. ما انا بتكلم قلت لك 4 1 4 1 هي ليه اتسمت كده؟ هقول لك عشان الواحد اللي قدامهم ده بيبقى زي الليبرو الامامي. انت فاهمني يا كابتن؟ انا فاهمها على فكره كويس. الاثنين اللي عطر انا على فكره فاهمها كويس جدا. الاثنين اللي عطر هي 4 1 4 1 انت بتقول اكنك بتتكلم بالظبط 4 3 3. لا هي فيها اقرب اقرب يعني مش فيش اختلاف هو كبير بين هو اللي بيختلف ايه إن وانت معاك الكوره او انت ما معاكش. انا فاهم انت عايز يعني انت ممكن جدا تلعب 4 2 3 1 وانت معاك الكوره انت بتلعب ممكن تهاجم بسبعه وتدافع بثلاثه. هو عايز يعمل بسبعه عدديه. لا 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 انا عايز اربعه واحد اربعه واحد عشان انت بتلعب اربعه اثنين ثلاثه واحد عايز تعمل كثافه عدديه في نص الملعب هتنزل الطرفين اللي هم اربعه اربعه واحد هتبقى اربعه اربعه واحد واحد اربعه واحد اربعه واحد دي بس ترد عليها وهنخلص بسرعه. دي طريقه دفاعيه بحته ولا ايه بالظبط؟ هي الهدف منها قدام الواحد اللي قدام الاربعه يمسك الواحد اللي تحت التلاتة بتوع الفرقة اللي يعني. بيلعب أربعة اتنين تلاتة مولر يعني مولر. واحد في الواحد ده يمسك عشرة مولر. اللي هو دي لا دي أهم حاجة ده هيمسك كده ده هيمسك واحد وهينزل الأربعة اللي قدامه في واحد في الحتة الهجومية واحد في الحتة الدفاعية عشان لما بتهاجم بيقف أربعة واحد أربعة واحد دي تصنف طريقة إيه؟ دفاعيه. لا دفاعيه بس هقول حاجه على علاء علاء انا لا. انا وجهه نظري معلش انا مفيش حاجه اسمها اتفضل اتفضل مفيش حاجه اسمها طريقه دفاعيه صح. بحته ولا طريقه هجوميه بحته كل طريقه فيها مهام هجوميه وفيها مهام دفاعيه. بس النهارده احنا لسه في ماتش النهارده الدحيل ده لاعب فرقه بحت يا اسامه طبعا اللي هو انا بدافع لا بس هو ما عملش الشق الهجومي لكن هو كان ممكن 4 3 3 يبقى المبدا كان ايه النهارده في الدحيل؟ ما هي الفكره يا كابتن هو المبدا بتاعه انه يقفل نص الملعب عشان يدافع بس مش من طريقه الفورميشن بتاع الفرقه يعني مش انا ممكن العب 3 4 3 وابقى مهاجم ممكن العب 4 1 4 في مسميات في كره القدم بقول لك المدير الفني ده طريقته دايما دفاعيه بيحب يدافع زي كابتن انت فاهمني او واحد بقول لك المدير الفني ده لا طبعا بيحب يهاجم طريقته هجوميه دايما ماشي كابتن علاء طيب كابتن اسامه بعد اذنكم انا مع اسامه طيب بعد اذنكم بس هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار ارجوكم انتظرونا